حضرتوا معانا افتتاح مشروع مستقبل مصر، المشروع العملاق في الدلتا الجديده. هذا المشروع ايضا بيستهدف تحسين السلالات وفقا لمبادره فخامه السيد الرئيس، ان احنا لابد ان احنا ندعم تحسين السلالات ونرفع من مستوى انتاجيه الثروه الحيوانيه عند صغار المربين والمزارعين. بنبدا نستخدم محورين، المحور الاولاني ان احنا بنحسن السلالات اللي موجوده عند صغار المربين والمزارعين من خلال استيراد سلالات عاليه الانتاجيه ثنائيه الغرض. قد ايه يا فندم هنقدر نوفر القيمة المضافة لهذا المشروع وتحسين السلالات والتدخل بالعلم في الهندسة الوراثية في هذا المجال؟ احنا يمكن عندنا من خلال الحصر في اعداد الثروة الحيوانية عندنا حوالي 7.5 مليون راس ما بين ماشية، تسمين، البان، اغنام، ماعز وخلافه. عندنا رؤوس الاناث حوالي 2.8 قولي 3 مليون راس ماشيه. الاصناف عاليه الانتاجيه فيها حوالي اكثر من 150 الف راس. ان شاء الله توجيهات فخامه السيد الرئيس ان احنا نتوسع في هذا المحور واستيراد رؤوس عاليه الانتاجيه. هذا المشروع اللي احنا بصدد تشريف فخامه السيد الرئيس بافتتاحه بيتضمن في المرحله الاولى حوالي 2000 راس من عاليه الانتاجيه ويعني انتاجيه عاليه في مجال الالبان، ان شاء الله معمل حديث للابحاث البيطريه. ايضا احنا بنتوسع في هذا الامر، يمكن امبارح عملنا هيساعد في تقليل الاسعار والشكل المباشر، الفائده المباشره على المواطن المصري وكمان الفائده على المربين والمزارعين. اولا له فائده على المواطن المصري بصفه عامه ان احنا بنؤدي الى زياده انتاجيه اللحوم وبالتالي تحقيق قدر من التوازن وتقليل فجوه الاستيراد. الحاجه الثانيه ان احنا بنزود كميه الالبان، ومع توجه الدوله لدعم منظومه التغذيه وزياده استخدام ومشروعات تغذيه المدارس والأطفال في المدارس والتلاميذ نزود استخدامهم في اللبن. أيضا تصنيع الألبان، وأصبحنا حاليا مصدر قدر من المنتجات المرتبطة بالألبان، ده بيوفر عملة صعبة للبلد. على الجانب الآخر بقى أنه بيؤدي إلى توفير حياة كريمة للمربي والمزارع، لأن بنفس الإمكانيات وبنفس التكاليف بيحقق إنتاجية عالية سواء من معدل تحول اللحوم أو الألبان، وبالتالي إحنا بنساعده في أن إحنا بنرفع مستوى معيشته، بنوفر فرص عمل، بنوفر له حياة كريمة. وبالتالي إحنا توجيه فخامة السيد الرئيس إن إحنا نتوسع في هذا المشروع، وبنعمل بروتوكول مع كبار المستوردين، كبار المربين، المزارع النظامية أيضا بنقدم لها الدعم، وزارة الزراعة موجودة في كل مكان. بالإضافة إلى كده بقى إحنا عندنا الجانب الآخر وهو تحسين سلالات الرؤوس المصرية. بنستخدم السلالات المحلية، بنحاول نرفع انتاجيتها من اللحوم والألبان من خلال محور التلقيح الاصطناعي. احنا يمكن عملنا اكثر من 2.6 مليون راس ماشية ادينا لها يعني جرعات من خلال الجرعات المحسنة خلال الثلاث سنين اللي فاتت. الحمد لله النتائج الإيجابية حوالي 1 مليون راس. ويمكن حضرتك لو شفتي في مظاهر الثروة الحيوانية اللي موجودة في الأسواق وعند المربين تغيرت شوية والإنتاجية ارتفعت شوية سواء في معدل تحول اللحوم أو في معدل الألبان، وده كله بيعود على المواطن المصري وعلى شعب مصر العظيم. وتفعيل البحث العلمي والعلم في عمليات التنمية في الداخل المصري بالشكل المتكامل. بشكر حضرتك جزيل الشكر السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي. شكرا شكرا شكرا.